بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فاضل حسن عميد بلدية درج. طريق درج غدامس، هذه الطريق التي تعاني الكثير ويعاني أهلها أكثر من معاناة هذه الطريق. هذه الطريق صممت أو تم إنشائها في زمن الستينات القرن الماضي، وتم افتتاحها في حوالي 73. طريق قديمة، طريق متهالكة، طريق صعبة، صعبة المسالك، وهي طريق حيوية تربط ثلاث بلديات في هذا في جنوب الغربي، بلدية درج وبلدية أوال وبلدية غدامس. أيضا المستفيدين كثيرا من هذه الطريق البلديات المجاورة، وهي تعتبر طريق دولية. هذه الطريق يعني توصل بلدين، ليبيا والجزائر. ورسلنا الحكومات المتعاقبة بإيجاد حلول سريعة وناجعة لأجل إصلاح هذه الطريق، وجعلها ولما لا تكون طريقة مزدوجة حتى تسهل الحركة فيها، وبمرور السيارات وبمرور الشاحنات، خصوصا نحن على أبواب افتتاح المنفذ الدبداب. هذا المنفذ اللي سيشكل نقلة نوعية في اقتصاد الدولة الليبية وفي انتعاشة البلديات القريبة من هذا المنفذ. الحوادث تكاد تكون يومية، يعني بدون مبالغة. الرمال على الطريق يعني أصبحت عوائق فعلية، الإبل هي أيضا عائق من العوائق اللي تسبب الحوادث. التشققات الموجودة في هذا الطريق، الشاحنات الكبيرة، خصوصا أنت تعرف مدينة غدامس مدينة اقتصادية، وهي آخر نقطة في الجنوب الغربي. احنا يعني هذه الطريق تعتبر ممر فعلا او فعلي لهذه الشاحنات. ضيق الطريق الموجود هذا هو اللي سبب يعني الحوادث اللي على الطرقات. فهذه المشاكل نناشد حكومة الوحدة الوطنية الآن بإيجاد حل سريع وجذري لهذه الطريق، وإصلاحها وتعبيد هذه الطريق لتصبح طريق يعني سليمة وطريق حياة لمنطقة الجنوب الغربي ولبلديات الجنوب الغربي بالكامل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الرائد علي محمد التني، رئيس قسم مرور وتراخيص مديرية أمن غدامس. الحقيقة الأمر أن احنا في الآونة الأخيرة لاحظنا أن وجود حوادث كثيرة تحدث في الطريق الرابط بين منطقة درج وغدامس. طريق قديم زي ما قلنا، طريق متهالك، فيه حفر، فيه مطبات، فيه شقوق، عدم وجود علامات على الطريق. هذا أدانا إلى حدوث حوادث كثيرة. الحقيقة لما تمر شاحنة وسيارة يضطر إن واحد منهم يطلع برا الطريق شوية باش يقدروا يعني يمشوا. ونجوا لحاجة تانية، احنا توا ممكن تقريبا حتى الأوان الأخيرة اللي هي مثلا بالشهر من 15/5 لعند اليوم في الطريق هيا صارت حوادث تسببت إلى أربع حالات وفيات واثنين أضرار بلغة. وللأسف الطريق من شقوقها وش نسمه حتى الإسعاف يعاني. كان بنرفعه حالة من غدامس فيها شق أو حاجة ما توصلش لغادي إلا قد فيها كسر. لما يصور واحد يلقوه أن شني هذا كسر مش شق. هذا بسبب شني؟ بسبب الطريق الطريق هذه العام هذه الرابط بين درج وغدامس، بكثرة زي ما قلت أنا التشققات والانتفاخات. الاسم علي الصغير،
خبتول من بلدية أوال منطقة غدامس. نحب نوجه نداء إلى الجهات ذات الاختصاص في وزارة المواصلات والجهاز تنفيذ مشروعات الطرق والجسور بخصوص طريق غدامس نالوت. هذه الطريق المتهالكة والتي انتهى تجاوزت حتى عمرها الافتراضي، حيث يعني الآن يزيد عمرها عن 5 عقود من الزمن، يعني عقد تنفيذها يعني كان يبان حكم فترة المملكة. ف5 عقود وهذه الطريق لم تشهد صيانات ولا تجديد في الوقت الذي نرى فيه في مناطق أخرى وفي بلديات أخرى لها حظوة ولها نفوذ في الحكومات المتعاقبة، نرى أنها تتم صيانة الطرق الداخلية بها والتي قد لا تحتاج إلى حتى لا صيانة مثل ما تحتاج هذه الطريق. فالحقيقة هذه الطريق أتت على أرواح أناس عدة بحوادث يعني شنيعة، شهدت مآسي ووفيات وإتلاف في المركبات، ومع هذا الحكومات المتعاقبة على مدى 5 عقود لم تحرك ساكن، وكأن هذه الطريق ليست في ليبيا وكأنها في دولة أخرى، في دولة نائية. فمن هذا المنبر أتوجه إلى الجهات ذات الاختصاص بأن تولي هذا الموضوع اهتمامها وعنايتها، ونسأل الله أن يوفقهم الله. ونحتاج إلى لفتة فقط لهذه الطريق ولا نطالب بالكثير، نحن لا نتسول ولا نتوسل، هي حقوق، أبسط حقوق المواطن، يعني أبسط ما يحتاجه المواطن هو أن يمر على طريق آمنة، طريق تحقق الحد الأدنى من الأمان المطلوب. وشكراً.